يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. أهلا وسهلا بكم أحبابنا الكرام في هذا البرنامج العظيم، والذي سنشرح فيه بإذن الله تعالى هذا الحديث الوارد عن النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، ونفرد كل معصية من هذه المعاصي المهلكات حفظنا الله سبحانه وتعالى منها في حلقة خاصة نتوسع فيها بالكلام عليها بإذن المولى سبحانه وتعالى. خلوكم معنا لتستفيدوا وتفيدوا غيركم. يقول النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. شو يعني الموبقات؟ يعني المهلكات، الله يحفظنا منها. وانتبهوا يا أحبابنا، أول وحدة منهم هي كفر وخروج من الإسلام، واللي وقع فيها خرج من الملة الإسلامية، وإذا مات عليها لا يكون من أهل الجنة، بل الجنة حرام عليه، اللي هي الشرك بالله. أما الباقي فهي معصية مجرد ارتكابها ليس كفرا، ومن مات على هذه المعصية ولم يتب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر الله له، وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة. أما الشرك بالله تبارك وتعالى فهو خروج من الإسلام، وإذا لم يرجع الشخص عن كفره هذا ومات فهذا لا حظ له في الآخرة. من نعم الله سبحانه وتعالى علينا نعمة الإسلام، فهذا الرجل ضيع هذه النعمة العظيمة اللي هي رأس مال الإنسان في الدنيا وبالقبر وبالآخرة. منكمل الحديث. فقيل، يعني سألوا النبي: وما هن يا رسول الله؟ سألوه عن هيدول المهلكات اللي عم نحذر منهم. قال عليه الصلاة والسلام: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الحديث رواه مسلم. ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى بالكلام في حلقتنا هذه عن أكبر الذنوب اللي هو الشرك، والعياذ بالله تعالى. الله يحفظنا منه بجاه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. اعلموا يا إخواننا الكرام أن معرفة الله تعالى مع إفراده بالعبادة، أي نهاية التذلل، هو أعظم حقوق الله على عباده. هيدا أعظم حق لله على عباده. وأكبر ذنب يرتكبه العبد هو الكفر والعياذ بالله تعالى، وهو على نوعين. فيوجد كفر شرك مثل عبادة الكواكب أو الشيطان أو النار، وكمان يوجد كفر غير شرك، مثل اللي هو بسب رب العالمين، أو بسب نبي من أنبياء الله تعالى، أو ملك من ملائكة الله، أو شيء من شعائر الإسلام مثل اللي بسب الأذان، فهيدا كله مخرج من الدين. لذلك أحبابنا، كان أعظم حقوق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. في الآخرة يا إخواننا، ينادي أهل النار أهل الجنة، يا إما بشوفهم عيانا مع بعد المسافة بين الجنة والنار في وقت من الأوقات، هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة، ويا إما بيسمع صوتهم فيطلبون بعد ذلك من الضيق الذي هم فيه أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيكون جواب أهل الجنة: إن الله
حرمهما على الكافرين، فيسكت أهل النار فلا يجدون ماء باردا مرويا إلا ذاك الماء يلي هو بمنتهى الحرارة، فيقطع أمعاءهم. طيب الواحد بيسأل ليش؟ جواب بنقول له لأنهم أضاعوا أعظم حقوق الله الذي لا بديل له، وهو الإيمان بالله ورسوله. فالكفار لا حظ لهم في الآخرة من نعم الله لأنهم أضاعوا أعظم حقوق الله عليهم. فإذا جاء شخص مثلا إجا لعنا وقال ليش ربنا بيعذبهم ذلك العذاب الشديد الذي لا نهاية له، يقال له الجواب لأنهم أضاعوا أعظم حقوق الله الذي لا بديل له. لذلك جعل الله تبارك وتعالى جزاءهم أن يتأبدوا في ذلك العذاب الذي لا ينقطع، وهم كانت نياتهم أن يبقوا على كفرهم، فكان جزاؤهم وفاقا عذابا لا ينقطع. فمن هون يا أحبابنا بنعرف أنه لا يجوز الترحم على من مات على الكفر، أجارنا الله تبارك وتعالى من ذلك. أما الترحم على الكافر في حال حياته جائز، لأنه يجوز أن يهتدي فيسلم فيموت على الإسلام. إذا مات فقد فاته الإيمان فلا يجوز أن نقول رحمه الله، والله أعلم. الله يا الله، الله يا الله.